استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة، وذلك بمناسبة تعيينه، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسمو السفير السعودي الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، مشيدا معاليه بمتانة العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على تطويرها، والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات. وحضر اللقاء سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالا مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.